في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة على أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، مقدما كافة الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، في استحقاق يراه المدافعون عن المسار الانتخابي فرصة حقيقية لتجديد الطبقة السياسية بكفاءة شابة ومتمرسة تحقق التغيير المنشود. عكس ما كنا نشاهده في الماضي من خطاب شعبوي وديماغوجية وكذب وأشخاص يترشحون من أجل مراعاة مصالحهم الشخصية ضاربين عرض الحائط المصالح العليا للجزائر، وبالتالي هي فرصة حقيقية للتغيير مع الضمانات التي قدمتها السلطة خاصة رئيس الجمهورية من أجل قطع الطريق أمام رجال المال الفاسد والشخصيات التي كانت تترشح من قبل، وفتح المجال للشباب من أجل ولوج عالم السياسة. مع بداية العد العكسي لتنظيم الانتخابات التشريعية، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية فشل المراهنين على إدخال الجزائر مرحلة انتقالية غير معلومة العواقب. وزير الاتصال عمار بالحيمر كشف بأن الأطراف الحاقدة التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 يونيو وقفت عاجزة أمام إرادة الشعب الجزائري الذي سيصنع مستقبله بيده وليس في حاجة إلى أوصياء يقررون مكانه. الشعب ذهب، شارك، انتخب، اختار رئيسه بطريقة ديمقراطية. التم، انتهينا مع المرحلة الانتقالية. مع ذلك بقيت بعض الأبواق في الشارع، بقيت بعض الأبواق في الخارج الممولة العميلة لجهات أجنبية تريد الشرب الجزائر، بقيت في ذات المشروع المرحلة الانتقالية. الجزائر رفضت ذلك جملة وتفصيلا، وذهبنا إلى اختيار الشعب الجزائري. أن ترفض الانتخابات، أن تقاطع الانتخابات حرية شخصية ومن حقك، نحن في دولة ديمقراطية، لكن ليس من حقك أن تمنع الناس من أن يذهبوا إلى الصندوق، ليس من حقك أن تكسر الصندوق. وأسدى الرئيس الجزائري تعليمات صارمة لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية لضمان تأمين العملية الانتخابية، لا سيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية ويجرم أي تعد على هذا الحق المكرس دستورياً. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.